الكبيرة التي انعكست في دورها المهني. بالتأكيد هذه القناة تملك كادر يعني إعلامي وصحفي يعني طيب، نتمنى لهم كل التوفيق. هم نتاج لهذه المؤسسة الإعلامية اليمنية الكبرى بروافدها المختلفة. قد نختلف حول الرسالة التحريرية هنا وهناك، قد نختلف حول بعض الموضوعات، لكن بالنهاية لا يمكن لأن نقر بمهنية قناة يعني، ونتمنى لها المزيد من المهنية ونتمنى لها مزيد من التوفيق في العام القادم. نحن سعداء بوجودها في الساحة الإعلامية، سعداء ببرامجها المميزة والممنهجة والمعتدلة، وندعمها بكل ما لدينا من إمكانات. نتمنى لقناة اليمن اليوم المزيد من النجاح، وبصراحة أنه أداء قناة اليمن اليوم أداء ممتاز وبشكل جيد، وتعجب المشاهدين في أدائها وامتيازها ونقل الحقائق على الواقع بالصورة والوقائع بشكل عام في هذا الاتجاه. قناة اليمن اليوم تحتفل بالذكرى الثانية لها، أوجه لها كل الشكر والتقدير على المصداقية والمهنية العالية. ووجدنا في هذه القناة كل الصدق والأمانة، وخاصة في نشرات الأخبار والتحلي والتقارير الممتازة. حقيقة قناة اليمن اليوم يعني أصبح لها جمهور في البلد كبير ومحبوب لدى المشاهدين، ويعني لديها يعني تقدر تقول 70-80% من المهنية والمصداقية. وإلا أني أتمنى من قناة اليمن اليوم أن تستمر وأن تطور من نفسها، وأن يعني تكون صادقة مع شعبها، وأن لا تبث أي شيء يثير أو يسبب إثارات بين أبناء الشعب اليمني، وأرجو أن لا يحدث هذا الكلام. من خلال الذكرى الثانية تأسيس قناة اليمن اليوم، أن القناة برزت وأدت واجباتها كما يرام وكما نريد، ولنا ملاحظات بسيطة عليها ينبغي أن تأخذها في الاعتبار، لأننا نريد اليمن اليوم أن تبرز وأن تخدم اليمن وأن لا تنحاز مع حزبها. قناة اليمن اليوم أصبحت الآن تحدو حدو صحيح، أصبحت تظهر الحقائق بشكل صحيح، و يعني نصيحة لو الحدة في الانتقاد شوية تخف، الإعلام يجب أن يكون محايد. قناة اليمن اليوم هي من القناة الممتازات جدا، والمصداقية تتحرىها بشكل كبير، وهذا من أهم المعايير التي يقاس به القنوات. طلب من قناة اليمن اليوم المزيد من التألق والنجاح، طبعا قد حازت على الكثير من الشهادات سواء داخلية أو خارجية. أتمنى أن تحذو بقية القنوات الإعلامية، حذو هذه القناة في حيادتها وفي تغطيتها وفي مصداقيتها. نطلب من القناة المزيد لكشف الحقائق على الواقع. أتمنى أن تطور يعني في إمكانياتها وفي مراسلينها، وأن تكون إلى جانب الحدث أولا بأول، وتهتم بما يعانيه المواطن اليمني.